بسم الله الرحمن الرحيم. محمود كحلاوي عميد عميد فريق اتلتيكو الشلطة. الحمد لله هذا العام توجنا باللقب على التوالي، النسخة الثالثة توجنا بهذا اللقب. كانت واحد المباراة قوية مع فريق وفاق الشلطة، جرينا مقابلات قوية هذا العام، تمكنا من الوصول النهائي وكانت المباراة في روح رياضية. كنشكر الفريق وفاق الشلطه وكذلك اللجنه المنظمه على هذا الدوري، المرحوم بوعبادي الله يرحمه ويوسع عليه. كذلك كنشكر الجمهور كامل اللي ساندنا في هذه المقابله، وكذلك نحيي المجهودات اللي كيقوم بها المنظمين ديال هذا الدوري في كل سنه النسخه السادسه على التوالي، المجهودات اللي كيبذلوها باش يعطيو واحد الوجه مشرف للامن الوطني بالنسبه لنا هنايا الصعيد الولائي، ولايه امن تطوان. والحمد لله في كل نسخه احنا هذه السنه توجنا باللقب يعني الثالث على التوالي. وكنشكر الجمهور كامل، كنشكروا حتى وسائل الاعلام اللي كتغطي دائما هذا الدوري في كل سنه، وكنشكرهم على الحضور ديالهم ويساندونا، وشكرا لكم. وكنحيوا كاع الفرق اللي شاركت في هذا الدوري وباش كيعطيو واحد الوجه مشرف للامن الوطني والناحيه الرياضيه، ويعني كل انسان المنظمين ديال الدوري باش دائما يكون ناجح في كل سنه. والحمد لله، الحمد لله على هذا اللقب، وفرحانين احنا بهذا اللقب الحمد لله.